اهلا وسهلا يا حبايبي، كيف حالكم؟ اخباركم طيبين؟ من الله قريبين. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. واليوم يا اخوان بنروح ايفنت مرتب وتعبان تقدر تسموه، يعني عندنا فاتحين مهرجانين، اوكي، مهرجان كذا مره مرتب وتقدر تقوله للطبقه المخمليه، ومهرجان للطبقه المتوسطه. واول شيء بنروح للطبقه المخمليه الايفنت الاول، وبعدها نروح للايفنت الثاني. ويلا خليكم مع المقطع، ولا تنسوا تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، ونبي نوصل 30,000 مشترك في اقرب وقت. شوفوا يا اخوان كذا وصلنا الايفنت، شوفوا كيف مرتب، مره تنبسط لما تشوف. اخوان حتى اللي يجون الايفنت كذا يجون بسيارات مرتبه وناس مرتبين. اخوان نظام الايفنت هذا مطاعم حوالين المسرح، اوكي، في النص في مكان للغنى وهذا الاشياء. ترى اعتقد للحين ما فتحوا هم، وانا خايف يجيني كبرات من الاغنيه من الموسيقى اللي حاطينه. والله بس الايفنت مرتب ونظيف ورهيب. شوفوا الترتيب والتنظيم اخوان شوفوا حتى اسعار الاكلات كيف غالية، 500 800 900، 850 760. شوفوا كيف غالي. شوفوا يا اخوان حتى المقهى هنا كيف مرتب ونظيف، والله كيف غريب. تمساح يا جماعة. اخوان هذا دونت ولا كيك؟ والله كبير ما شاء الله تبارك الله، حجمه مرة كبير. عندكم هنا كيكة تمساح صح؟ سمكة هذاك اللي يجيك ابو جناح، السمك الطائر ما ادري ايش يسموه. شوف في الكوفي شوب يبيعون برجر، عندكم برجر تشيكن هنا، عندكم برجر لحم. يا اخوان كنا طالعين الا نشوف في مغنيين جوا عشان يغنوا. قلت لكم يا اخوان اللي يجون هنا اكثرهم اغنياء وعنده اللي عنده فلوس، فجوهم بيض، يجوا هنا يقعدوا يتكوا يسمعوا اغاني. دحين حتشوفون الحماس والفله والوناسه، تعالوا معايا. شوفوا المهرجان هنا. شوف تاخذ التذكره من هنا ب 30 تاكا. اخوان التذكره ب 30 تاكا، واشوفوا شوفوا الفرق الشاسع. شوفوا المتعة الحين لما تدخلوا جوا. يا اخوان كانوا حاطين اغنية فيها كوبي رايت، فالمهم اول ما تدخل تلقى محلات زي الرسمي ومحلات شعبية يبيعون فيها ملابس شعبية واشياء، وبعدها نروح نفل لها. شوفوا هذا اول مهرجان. ابوك يا واد مساج وحركات وبركات. المساج بكم؟ 100 تاكا. وي شفتوا النظافة والترتيب. والله خايف يجيني كوبرايت يا جماعة، كل مكان حاطين اغاني.
المحل هذا يبيع لك أغراض الخدع البصرية. إيش هذا؟ هذا كل سنة موجود هنا ونفس المكان. شوفوا حتى هنا الأكلات، شوفوا كيف نظيف الأكل، نظيف مرتب. شوفوا الأكل نظيف، كم سعره؟ بيع قطة؟ قليل قطة، شفتوا؟ سعر رخيص وأحسن من هذاك. يرقص هو يسوي لك সব কিছু এখানে আফটার প্লেট হবে গোল গোল স্লাইস আর এখানে হচ্ছে ডিজাইন সবটি প্লেট একবার সোজা গেলে লাইন হবে এটা হবে না এই লাইনটা شوف هذا بيت الرعب تذكره بكم بيت الرعب تيكت كوتوبيا 50 تاكل التذكره 50 تاكل التذكره بيت الرعب لو تيجي هنا لازم تجرب السفينة هذا هاي هاي والله انا خايف يا جماعة بدا شوفوا المسكة بس امسك ذي كذا عشان لا اطيح هاي تراب كله في وجهي والله يا اخوان شوفوا ما في اي سيفتي يعني اذا طحت حتموت بس شوفوا ما في اي شيء تمسك فيه ولا اي شيء يحميك لا في حزام امام ولا في حزام حاجه لازم تاكل هذا لازم ضروري هذا قديم انت يا سلام عليك يا سلام يا سلام سلام هو كذا شو تحط؟ ها؟ كذا بسم الله طيب يا اخوان احلى شيء في الاكله هذه الحامض هذا والله مره لذيذ ربي لذيذ عشان نروح هناك واو هنا بحيره ومسوين في نص الطريق يا اخوان اقهر شيء في بنغالي انه في كل مكان يحطون اغاني فما تقدر تصور براحتك يجيك تخاف يجيك كوبي رايت ايش هنا انت شايف فنان قسما بالله هذا يقعد يلعب لك بالدباب انا قبل كذا جيت واعرف والله فنان فيقول لك انه مقفل يا شيخ
يا ليتو شغال كان صورت لكم تصوير فنان. لازم جرب حمر. بيا كان دقيقة شايف تقدم انت؟ بداية ده. هنا ميك سمنا؟ هنا ميك سمنا. هنا شايف تقدم فور حقو جرامز؟ أخيرا. شوفوا هذا لازم. لازم تجرب حمر لو تجي هنا. يا اخوان وكذا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب ونبى نوصل 30 ألف مشترك في أقرب وقت، ويلا نشوفكم في مقطع جاي.